واحدة مغربنا ونحن أرضنا اشتادنا مغربنا قبلتنا أرضنا اشتادنا. شكرا جزيلا. شكرا للأخ. أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدتي وطني من البوغاز إلى الصحراء أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القصب أسرتي وعترتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على قويتي وصدقينيتي الصحراء مغربية الملك مالكنا الملك مالكنا حفظ الله المملكة المغربية والدولة العالمية والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم على القدوم لمدينة فاس شكرا لكل من زار فاس من الأقاليم ومن الجهات المغربية فشكرا لكم ومرحبا بكم في فاس سلم السلام والأمن والأمان والتسامح والتعايش وشكرا مرة أخرى لحسن الاستقبال الذي حظينا به خلال اليوم السادس من شهر نوفمبر 2022 بمناسبة الذكرى 47 انطلاق المسيرة الصغرى التي انطلقت بأمر المرحوم صاحب الجلالة يوم السادس من شهر نوفمبر 1975 شكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء عليها لسان المواطن الغيور محمد بقار السباعي من أصول صحراوية مغربية شكرا الملك هذا تيدل على ان الحمد لله كاين واحد الفرحه اللي تلبسوها وسي سباعي الوطنيين الغيورون على هذا الوطن واللي دائما تفاجئنا كما كتفاجئنا نزهه اللي تمشي عندها في طنجه مع الاخوان ديال طنجه هذا من جهه كاين فهاد الوقت اللي كنا تنهضروا على هاد القضيه ديال الصحراء والسي سباعي ديال الاخر طلب مني على انني نعيط للفريق ديال الرباط كنت حق بالمنصه سي امين يقول انني فرحان بانهم جاوا التحقوا معنا اليوم بمدينه فاس